تعال طوف الموعد العيال يا ولدي تعال. ان شاء الله ان شاء الله يا ولد. بسرعة تعال. ان شاء الله. جو ساعدني شوية. وين اللي بعد يا ولد؟ قايل لي الدكتور اشرب من سمسم. الدكتور قايل لي ايه؟ انا عندي ثقه في هالدكتور، دكتور راجو. الدول اللي قبل قلت بعد ها الدول اللي بيصحين. سم سم يبا سم بالله يبا. الدكتور قايل لي شربة جود ما باطي بالله علينا. اهم شيء في هذه الحياة الثقة، الثقة بالله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون الركيز. عيادة المحبة هي من العيادات اللي أنا زرتها شخصيا وجربتها، يعني الأطباء ما في أحسن منهم. أنا أنصح أي واحد مريض يبغي يتعالج يروح هذه العيادة، عيادة المحبة. أحمد تعال تعال تعال. يوم رحت أنا شخصيا كنت أفكر أن أنا تعال يا أحمد. أمر أمر يا ولدي أمر يا ولدي. شوف اليوم بروح عيادة المحبة يا ولدي. متأكد هالعيادة زينة؟ إيه إيه تو قال لي عنها في الإذاعة يا ولدي، تو قال لي عنها وكل الناس تشوفها. الدكتور فاضل هلا يولي هالدكتور فاضل مو زين مو زين. هلا هلا قالوا عنها زينة يا ولدي. شوف اقول لك انا عندي ثقه في هالعياده وهالدكتور بالذات. ان شاء الله ان شاء الله طيب وفضل. دعنا وصلنا للدكتور قلوم حبيبي يا ولدي. هذا الدكتور أنا أوثق فيه واجد.
نحن وصلنا للدكتور فالح، هذا اللي أنا عندي ثقة فيه. دكتور أنا عندي ثقة فيك وفي الدواء اللي بتعطيني يا دكتور. الثقة في الله يا حاج محمد. أنا عندي ثقة فيك بتعطيني دواء زين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ يعني ما مش علاج عندك ليلة؟ ما مش دواء؟ لا دكتور ما أموت يعني. يا حاج محمد ما قلنا ما لك علاج. العلاج والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولا علي ان شاء الله ان انا ابذل جهدي ان انا اقدم لك العلاج المناسب. ثق بالله. شفت؟ ما عندنا علاج. انا قايل لك اعتز لي لبرا، انا قايل لك اعتز لي ما عندنا حتى السنه اللي طافت وديناك مرتين برا. مرتين؟ قوم قوم. قلت الحمد لله وان شاء الله بصحى. انت بتحجز؟ اليوم اليوم بحجزك اليوم. قوم. اعطيني ودوري بعد قوم. جوني دي زي وين 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 دكتور خلاني وقعد انا دكتورة فحنا شوي 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 يا اليوم بحجز لك بس قول بتصحى يا ايوه ان شاء الله ان شاء الله بتصحى انا لك الدكاتره اللي راح يثق فيهم مو هذولين الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ناس تغيرت ماضيها نسى والحاضر هوان هاي الدنيا ألوان بعد طبع الوفا تمن خان هاي الدنيا ألوان لكن يبقى الأمل بالهمة والعمل والصحوة والإيمان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ناس تغيرت ماضيها نسيت والحاضر هوان هاي الدنيا ألوان.